هلا انا شغلي هو ورد السيراميك، اني كانت هوايه عندي انا بالبيت، وبعدين انتقلت على الشجر الخرز. ضليت 30 سنه شارك بالمعارض التابعه للمحافظه بشكل دوري، يعني كل سنويا. وبعدين انا اخذت هيدي المهنه لانه هوايه اول شيء عندي، هي وسيله اول شيء لنجاحي بشكل اني انا اتقن هيدي المهنه، وبعدين انه مرتود مادي لي مشان انا تساعدني، لاني كوني انا ما موظفه عامله. بس شو لسه بتشتغلي غير بالسيراميك والشجرات الحلوين؟ انا بشتغل اول شيء كمان بالحرير، وبشتغل كمان مواد يعني تقطير ماء الورد وماء الزهر، بشتغل مواد غذائيه كمان دبس خرنو. احكي لنا عن تجربتك بالحرير. هلا انا تجربتي هو قديمه، كون الوالده بتشتغل فيه، انا كمان اشتغلت منديل يعني مثل ما بيقولوا نقل بدائي اسا. بعدين انا اخذت مهنه تراثيه وانا طورتها من 5 سنين، حتى السنه انا ربيت دوده القز وانتجت منها الخيطان الحرير. يعني حتى انا ما اشتغل هلا منديل حرير من الانتاج الجديد لإلي. صعوبات بهيدا العمل؟ هلا في صعوبات انه تأمين اول شيء اليد العامله، لانه بدها مساعده، يعني ساعدوني الاهل، وكمان بدها انه مكان للتهويه، بدها مكان انه ما يتخلى اي حدا، يعني شقه تكون لحالها مستقله، وكمان ورق التوت انه اجانا البيوض بالصيف كان صعب اني نوجد هذا الورق التوت انه تغذيه له في رطوبه. يعني أول ب30 سنة كنت شارك ضمن المحافظة بس بمعرض الزهور، بعدين أنا لما انتسبت للإمرأة الريفي صرت أنا صار يعني مشاركتي للحرير خاصة، إنه شاركت بمعرض الشام مرتين، شاركت بمعارض ضمن المحافظة اللاذقية، نذكر الناس إنه هذا تراثنا وهذا لازم نعتمد عليه ونحافظ عليه ونشجعه أكثر وأكثر. المرأة لازم تكون منتجة بالحياة أو إثبات لوجودها، لأنه تعطي شو داخلها المكمون التراثي أو الإنتاج المنتج الحلو تبينه للناس ويعطوها الرأي الصحفي، وتاني شيء مردود مادي أنه تثبت وجودها، تعتمد على الاستقلالية لها وتبين أنه عملها ناجح وتستمر بهذا العمل لأنه إثبات شخصيتها. لا الخطة القادمة إني أنا أطور حالي، أول شيء بالإنتاج الحرير أطور حالي، ويعني أعطي لنفسي الثقة والمتابعة والمثابرة على نشاطي وعملي.